وزيرة السياحة أمال كربول تقول إن زيارة إسرائيليين جربة إجراء قديم وإنها مستعدة للمساءلة في المجلس التأسيسي. تقدم بنسبة 35% في مشروع السكك الحديدية السريعة بتونس الكبرى وتوقع دور حيوي في تسهيل حركة النقل بالإقليم. الصندوق الوطني للتأمين على المرض كنام يطالب المنخرطين بدفع مبالغ مالية بعد تجاوز السقف العلاجي، والمواطنون يعبرون عن استيائهم. منتصف الليل بتونس، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. يبدو أن الموسم السياحي الحالي واعد حسب تصريحات وزيرة السياحة أمال كربول التي قالت إنه تم وضع خطة متكاملة لإنجاح الموسم السياحي على أمل بلوغ 7 ملايين سائح. وبينت أيضا أن دخول سياح يحملون جوازات سفر إسرائيلية تونس وحضور احتفالات الغريبة متعلق بتوضيح بعض الإجراءات. استهلت وزيرة السياحة أمال كربول الندوة الصحفية بتناول السجال الآني السياسي الجاري حول الاحتفالات السنوية لليهود بكنيس الغريبة بجربة عبر السماح للزائرين الحاملين لجوازات سفر إسرائيلية بالدخول إلى تونس، ما اعتبرته أحزاب سياسية تطبيعا صريحا مع إسرائيل، ونقلت أن الأمر يتعلق بتوضيح إجراءات كان يتم العمل بها سابقا وتوثيقها في إطار شفافية وبعيدا عن التجاذبات السياسية. السياسة باش نخليوها للسياسيين، احنا جينا نخدموا. احنا بالنسبة لنا موسم الغريبة اللي تريز امبورطون، علاش مهم جدا؟ لانه من 40 سنة ولا اكثر يمكن اللي هو ديما يظهر اللي كيفاش يعني سيزون توريستيك باش تعدى. تابعت الوزيرة انها مستعدة لاي مساءلة حول الاداء تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي، ويستدعونا ويسالونا على الخدمة اللي نعملوا فيها، وان شاء الله نهار يحاسبونا زاد على خريطة طريق وعلى الاقتصاد اللي وصلنا فيه، وهو السياحة من بارتي من الاقتصاد. وبشأن الموسم السياحي، قالت كربول إن الوزارة وضعت خطة متكاملة على أمل تحقيق تونس لرقم 7 ملايين سائح هذا الموسم. نعمل الترويج لبلاد تونس برك للسياح، ونحب نعمل زادة ترويج للاستثمار في السياحة. ومن التوجهات الجديدة صلب وزارة السياحة النظر جنوبا، أي الالتفات إلى القارة الإفريقية. وهذا أنا ظهر لي يعني ماهوش صحيح ولازم يتبدل. وكي شفتها عندي رئيس دول ماشي الأسبوع الجاي مثلا الأنغولا في اليونيو أوروبيان، باش نحاولوا نبداو اليونيو أفريكان، باش نحاولوا نبداو معناتها نشوفوا أكثر لو مارشي أفريكان. كما شددت كربول على ضرورة أخذ القرارات الهامة والجريئة للنهوض بالقطاع السياحي وإنجاح الموسم الحالي وتحقيق هدف تونس في استقطاب 12 مليون سائح سنة 2020. وقد أمضى عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي عرائض لمساءلة وزيرة السياحة أمال كربول أو سحب الثقة منها، وكذلك الشأن بالنسبة للمكلف بالملف الأمني رضا صفر على خلفية دخول عدد من الإسرائيليين تونس. مراقبة الحكومة هو من صميم عمل المجلس الوطني التأسيسي، هكذا علق بعض النواب على مسألة مساءلة وزيرة السياحة أمل كربول والوزير المكلف بالأمن رضا صفر على خلفية وصول مجموعة من الإسرائيليين إلى تونس عبر رحلة بحرية. سحب الثقة هذا نعتبره يمكن قفزة غير محسوبة العواقب، قادمين على الموسم السياحي، عندنا مداخيل باش تدخل لنا، ولكن ثم اليوم كي باش يجي سي رضا صفر وجي مدام أمل كربول يعطي للشعب، خليه يدافع على روحه. بالنسبة لدور السادة النواب في عملهم الرقابي في مساءلة زوز وزراء، هذا عمل يعني طبيعي جدا. الخط أحمر اللي انتفقوا عليه التوانسة الكل هو عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني. للتطبيع أوجه عديدة يقول ساسة، منها السياحة. عديد المصادر منها الإعلامية أكدت دخول إسرائيليين إلى تونس حتى خلال حكم الترويكا. بيريز طرابلسي أكد أن وجود زيارات للإسرائيليين في كل العهد في عهد الترويكا، أكد أكثر من مرة. أنا لم يكن أنا علم بصراحة، كان عندنا علم كنا نثيره يعني المشكلة، ما حتى مشكل.
بين التأكيدات الصحفية وإشارات رئيس كنيسة الغريبة بيريز ترابلسي وعدم علم بعض أعضاء المجلس على الأقل بما حدث بالأمس، كيف علم بعضهم اليوم بزيارة عدد من الإسرائيليين إلى تونس؟ جاءت الوثيقة للمجلس، جابوها ناس يعني اللي هما من هم؟ يعني ناس ثقات يعني، والوثيقة يعني تحمل عدد تضمين وتاريخ وعنى وثيقة صحيحة. ثم ناس وطنيين وشرفاء موجودين في الأمن يرفضون التطبيع. البعض يسأل كيف لأطراف رفضت إدراج مناهضة التطبيع في الدستور تمضي اليوم على عريضة المساءلة أو سحب الثقة؟ أنا نتسأل وقت اللي عدينا تعديل في التوطئة في الدستور على تجريم، على أنه نعتبره مش حتى تجريم تطبيع، هو أنه نعتبره أنه الحركة الصهيونية حركة عنصرية صوته بضد هذا، واليوم يجي ويسألوا معناتها على موضوع كيف هذاك، يحبوا يخلقوا معناتها من وراها هذه شنية البوليميك اللي يحبوا يعملوها. ثم ما يتعلق بالوضع الداخلي وبعض الحالات اللي موجودة وخاصة على مستوى وزارة السيادة وبالضبط وزارة الداخلية والصراع اللي موجود بين رأسي الوزراء، والناحية الثانية أنه أعتقد أنه هناك حملة انتخابية بدأت مبكرا. والحالة تلك، إلى أي مدى يمكن أن تتطور مسألة سحب الثقة من الوزيرين المعنيين؟ لا أعتقد أنه ستصل إلى سحب الثقة، بل هي ستبقى في مجال المناورة والزيادة والموقف السياسي أكثر منه الموقف التطبيقي المباشر. سحب الثقة من وزير معني بالأمن ووزيرة معنية بالسياحة قد لا يعيق حكومة مهدي جمعة فحسب، وإنما قد يربك الاقتصاد والأمن معا وفق العارفين بالمجالين. صنف الموقع السياحي الأمريكي تريب أدفايزر تونس أفضل وجهة سياحية في العالم، معتمدا في تقييمه على التناسب بين السعر وجودة الخدمات في الفنادق والنزل التونسية. أما أهل القطاع فلهم رؤية أخرى لهذا التصنيف. تصنيف تونس كأفضل وجهة سياحية عالمية حسب ما أورده الموقع السياحي الأمريكي المشهور تريب أدفايزر من حيث تطابق الأسعار مع الخدمات المقدمة، اعتبره رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأصفار مؤشرا إيجابيا من شأنه التأثير على الرأي العام العالمي. لكن تصنيف تونس الوجهة الأرخص عالميا بسبب تدني مستوى الخدمات الفندقية التونسية حسب ما جاء على لسان رئيس الجامعة من شأنه التأثير سلبا على القطاع السياحي. احنا ماذا بينا نطلعوا بها الرابور هذا، نطلعوا به شويه لفوق، نحسنوا في الخدمات المقدمه وبالتالي نحسنوا زاد في السعر، ونقعدوا ديما نتكلموا على ان بون رابور كاليتي بري، لكن ارفع شويه باش معناها ما توقعناش معناها مشاكل نتاع مديونيه ونتاع معناها الدخول في الدوامه نتاع الاسعار اللي مش مناسبه واللي ما تغطيش كلفه نتاع الخدمات المقدمه. من جهته اكد رئيس الجامعه التونسيه لوكاله الاصفار ان الموازنه بين الاسعار والخدمات وفق ما نشره الموقع السياحي الامريكي من شانها ارضاء الحرفاء على حساب أصحاب النزل، ولهذا الحريف يلقى حسابه، وما لكن الفندق ما عندوش المردودية الكافية باش يجابه المصاريف اللي عنده الكل. ولهذا كيف نتكلموا على الجودة والسعر يلزمنا ننظروا إلى مصلحة الحريف ومصلحة الفندق، ولهذا يلزمنا نحسنوا في الجودة بكيفية ملحوظة حتى النجم نضغطه على الطلب باش يولي الطلب يكون على أساس الجودة لا على أساس السعر، وبذلك تكون المعادلة أحسن لأنها في صالح الحريف وفي صالح المؤسسة الفندقية. ولئن شهد الثلاثي الأول من السنة الحالية تدني في عدد السياح مقارنة بالسنة الفارطة حسب المسؤولين في القطاع، إلا أنهم أعربوا عن تفاؤلهم من بلوغ 7000 سائح خلال هذه الصائفة. مشروع السكة الحديدية السريعة بإقليم تونس الكبرى المقدرة كلفته الجملية ب 550 مليون يورو تقدمت أشغاله خاصة على مستوى المرحلة الأولى. وزيراء الخارجية الفرنسي والألماني اطلع على سير تقدم المشروع الذي تمول فرنسا وألمانيا قسطا منه.
مشروع السكة الحديدية السريع بتونس الكبرى يربط بين تونس العاصمة ومنطقة القبعة وتونس العاصمة ومنطقة بوغدفة. مكونات المشروع 4 خطوط بطول جملي تقارب 64 كيلومترا تتقاطع على مستوى وسط مدينة تونس مرورا بساحة المنصف باي، لينتهي المسار في مرحلة أولى في محطة برشلونة للقطارات. 16 سفرة في الساعة بطاقة استيعاب جملي تقارب 40,000 مسافر في الاتجاه وفي الساعة، و 600,000 مسافر يوميا. مش تكون شبكة عبارة على العمود الفقري ونستان ريزو أرماتور. الخاصية متاعه أنه جهزنا محطات تبادل كبرى في على طول الشبكة وفي مناطق ترابط مع الحافلات ومع وسائل النقل الأخرى. مسارات الخطوط متاعنا كلها في مسار محمي حماية كلية، يعني مثلا حتى تقاطع لا مع الطريق ولا مع ممرات المواطنين. المحطة بتاعنا مجهزة بالوسائل اللي تمكن بيرسونال موبيليتي ريدويت باش يتنقلوا باستعمال ليزاسونسور، معناتها باش ينتقلوا من رصيف لرصيف آخر. مشروع لرافير لو ريزو فيروفي رابيد معناها باش يغير خارطة النقل في تونس بصفة عامة، لغران تونس معناها يغيرها. أول ما يكون المشروع إن شاء الله كامل في مراحله 3 إن شاء الله. مشروع تقدر كلفته الجملية ب 550 مليون يورو ساهم في تمويله المانحون الأوروبيون بنسبة 60%. أما المرحلة الأولى من المشروع فهي تمتد على مسافة 18.5 كيلومترا، قام وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني بالاطلاع على الجزء الممتد بمنطقة السيدة المنوبية في مستوى النفق. هو مشروع سيساعد تونس كثيرا ويخلق حيوية ويسهل الحركة ويوفر مواطن شغل أيضا للتونسيين. نحن سعداء بتمويله. بالزيارة هذه معنا فما ميساج قوي مش يتعدى للعالم بأن تونس فيها مشاريع قاعدة متقدمة فيها الأمن. 35% نسبة إنجاز المشروع الذي من المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال في جويلية 2017. وقد كانت لوزيري الخارجية الفرنسي والألماني محادثات مع وزير الخارجية التونسي منجي حمدي تناولت عدة مسائل اقتصادية واجتماعية وقضايا ذات اهتمام مشترك وأهمها الوضع في ليبيا. وأكد الوزيران الأوروبيان في هذا السياق دعمهم ومبادرة تونس بإطلاق حوار وطني ليبي ليبي. أريد بهذه التحية من وزير الخارجية منجي الحمدي ونظيري الفرنسي والألماني التدليل على مدى العلاقات بين البلدان الثلاثة في فترة تعرف واحدة منهم وهي تونس مسارا انتقاليا باتجاه الديمقراطية تعطلت في بعض ردهاته عدد من القطاعات. التحية جاءت بعد محادثات في كيفيات التعاون لدفع هذه القطاعات ومنها الأمن والاقتصاد. بدون شك هذه الزيارة المشتركة هي إشارة قوية من اثنين من أكبر البلدان في أوروبا ألمانيا وفرنسا لدعم التحول الديمقراطي في تونس، وكذلك إشارة إلى القفزة النوعية بين العلاقة التقليدية بين تونس وألمانيا وتونس وفرنسا إلى علاقة استراتيجية بين تونس وهذين البلدين. هذه العلاقات تؤشر وفق وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس على ثقة في تونس فيما اتخذ من إجراءات لمعالجة المسائل الاقتصادية والأمنية وعلى دعم متواصل. قررنا وهو أمر متوفر وأقول متوفر التسريع بتفعيل التزام تعهد به رئيس الجمهورية الفرنسية خلال زيارته الأخيرة إلى تونس عبر تقديم دعم مالي يعادل 500 مليون يورو، منها 345 مليون يورو على شاكلة قرض يتوزع على 3 مشاريع ضخمة خاصة بالبنية التحتية لتطوير الشبكة الحديدية لتونس الكبرى. وقد زرناه صباح اليوم وتجديد الشبكة الحديدية بمثلث الإنتاج للفوسفات ومواصلة تهيئة الموانئ برادس حرف الواد وبنزر. الدعم المالي تبقى مصادقة المجلس الوطني التأسيسي ضرورية لتفعيله، لكن في الانتظار تحدث وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتاينماير عن ما يعرف بالدعم اللوجستي لترويج صورة تونس الجديدة. أحيي مجهود الحكومة الحالية في معالجة المسائل الاقتصادية لخلق الأمل في نفوس الشباب.
مجهود لتوفير مواطن الشغل وتحديث الاقتصاد وتحسين ظروف الاستثمار ولتغيير مستويات الإدراك أيضا. بعد سنة 11 و2000 الكل انخرط في مسار انتقالي في تونس، وهذا انطباع ترسخ لدينا وسنحاول نقله إلى بلداننا لتغيير مستويات الإدراك بخصوص تونس بشكل إيجابي. الوزيران الأوروبيان عبرا عن إيمانهما بمستقبل تونس، لذا رجحا عقد مؤتمر دولي يجمع شركائها في آجال قريبة موضوع الاستثمار في الديمقراطية في تونس، وهذا قبل تقديم مواقف بلديهما من جملة من القضايا الدولية، منها التنصيص على أن الحل في سوريا يبقى سياسيا، وعلى ضرورة احترام روسيا لسيادة بقية الدول بقدر محافظتها على سيادتها. الصندوق الوطني للتأمين على المرض أكنام بعث في الأيام الأخيرة 200,000 مراسلة إلى منظوريه من المضمونين الاجتماعيين المنخرطين في صيغة الطرف الدافع، طالبا منهم تسديد المبالغ التي صرفها الصندوق لمقدمي الخدمات الصحية بعد تجاوز المنخرطين السقف العلاجي في السنوات الثلاث الأخيرة. بذهول تأمل عبد الحميد الضاوي المراسلة التي تلقاها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي يطالبه بتسديد ديون ثلاث سنوات بسبب تجاوزه السقف العلاجي المخصص له. ديال بي سي معناها مرض مزمن، وزوجتي عندها مرض مزمن، ما كنا نصوروا هما باش يرجعوا لنا 30% اللي دفعناه لهم، مش باش يطالبونا باش نزيدوا معلوم. والغريب في الامر انهم بعثونا باش نسدوا 4 سنوات. عبد الحميد لم يكن المنخرط الوحيد الذي تلقى مراسلات من الصندوق، فغيره يعدون بالالاف. 326 دينار زمني ندفعهم. شنو اللي معناها باش نقول لك شنو ما فسروا لناش بالضبط، معناها شنو اللي يلزمني نعمل، شنو قداش يلزمني، قداش بلافون تاعي، قداش يلزمني ندفع، عندك فلوس وكهو. من 2012 فاقوا توا، 2013 فاقوا توا، هاو قريب نص العام 2014، وان شاء الله ما يجينا حتى شيء، خاطر فريمون جو سوي ديسو ومسكين الزوالي. انا عندي اختي بعثوا لها دوبوي 2010 2011 2012 الا دي باسي حكيت 1200 دينار. انا توا جو مدموند علاش في كل عام يبعثوش، علاش يخليو لي 3 هذوما من بعد يبعثو. منظمه الدفاع عن المستهلك تلقت عده شكاوى من المواطنين بهذا الخصوص، وعبرت بدورها عن استيائها من لجوء الصندوق لمثل هذا الاجراء. اليوم تجي طالب وتقول له عندك ان ديباسمون، اليوم الديباسمون انت كنت في وقتها توقفوا له، اليوم المنظومه الالكترونيه يظهر لي كان عندك كارتا باش تدخل، يقول لك وقف الدعم نتاعك بالنسبه ليك، معناتها البلافون نتاعك وقف لهنا، ما تخليش باش يتجاوزك السقف نتاعو هذاك. اما تجي بعد 3 سنين طالبوا فيهم وتعملهم لكم ميلين تاع 3 ولا 4 سنين تقول له هذوما لازمك تدفعهم، هذه مش معقول. اليوم المنظومه راهي نحسوها اللي المنظومه جات كاينه باش تعاون التونسي، يقول اليوم باش تولي تعبوا. المكلف بالاعلام بالصندوق اكد ان المطالبه بتسديد مبالغ 3 سنوات اجراء استثنائي لجأ اليه الصندوق بسبب ظروف استثنائيه مرت بها البلاد، مؤكدا في الان ذاته على ان باب الاعتراض على المبالغ المطلوبه مفتوح للمنخرطين. اي مواطن يقوم باعتراض على المبلغ اللي تحدد ينجم يطلب كشف مفصل، نعطيه الكشف ذاك ونراجعه معاه إذا كان فما أدوية كانت هي على منظومة الأمراض على التابعة الأمراض المزمنة، راهو نقوم بالتغيير اللازم بالإصلاح اللازم، وفي الآخر راهو ما يدفع وما يخلص إلا المبالغ المتعلقة بالأمراض العرضية الأمراض العادية اللي هي في منظومة الطرف الدافع. هذا ويوضح الصندوق أن عملية استخلاص ديون 3 سنوات الفارطة تأتي في إطار عملية تقييم شامل للمنظومة والخدمات التي يقدمها. الصالون الوطني للصناعات التقليدية بالكرم تعرض الآن آخر الإبداعات التقليدية وأجملها. 85 حرفيا من مختلف جهات البلاد جاءوا لتقديم أروع إبداعاتهم حتى 4 مايو المقبل. أشكال هندسية متنوعة، ألوان تنبض بالحياة، فضة، نحاس، سعف، حجارة، زربية، لباس وأكسسوارات، منتوجات تقليدية وأخرى مبتكرة زينت اليوم فضاء معرض الكرم في افتتاح الصالون الوطني للصناعات التقليدية، موعد سنوي حرص هؤلاء الحرفيون على الوفاء له للتعريف بمنتجاتهم. الصناعة هذه يعني كل مركز على حديد، يعني فيرفورجي، بقى يعني مطورة كمعنى فوانيس وثريات كما قاعدين نشوفوا،
وان شاء الله جينا المعرض تاع الغزاله باش نعرضوهم ونخدموا رواحنا كي ايو الناس. الصعوبات الماديه هذيك مشكلتنا، وفي الترويج معناتها في التعريف، تعريف عشان المهنه نتاعنا تقريبا باش نقرض. هذا يشمل الطرازات والمبتكرين اللي يهتموا بالتطريز اكزاكتومون ويخدموا دي برودوي اللي هما اللي متطلبات السوق، معناها يكونوا بوغ معناها لي جون الى حباد اللي تلوج عليهم. وتعتبر هذه التظاهرة الاقتصادية أهم محطة وطنية لحرفي القطاع، وتمثل واجهة تبرز مدى تطوره ومتطلبات دعمه. إشارة قوية للقطاع هذا، الصناعات التقليدية اللي هو قطاع مهم لأنه يخلق برشا مواطن شغل، لأنه زاد داخل في تراثنا، هو نشاط اقتصادي ولكن زاد تراث كبير لازم نحافظوا عليه، وهو بصمتنا زاد كيف كيف، فيه ثقافتنا، فيه التراث، فيه وجهنا كي تلبس الجبة التونسية، فيها كثير من المعاني. ولزيارة المعرض يبقى المجال مفتوحا من 25 من شهر أفريل إلى غاية 4 من شهر ماي، فرصة تفتح لكم المجال للتعرف على فسيفساء من الروائح التقليدية. في الشأن العربي دائما ولكن خارج تونس وتحديدا في العراق، حيث أوقعت سلسلة انفجارات استهدفت الجمعة تجمعا شيعيا شرق بغداد 28 قتيلا. الجماعة التي تمت مهاجمتها في تجمع حاشد كانت تقدم خلاله مرشحيها الانتخابات الأربعاء القادم هي جماعة تدعى أنصار الحق، يتهمها الساسة شيعة وسنة بالضلوع في حوادث قتل عديدة رغم نفيها التهم المواجهة إليها وتأكيدها أنها حركة دفاع عن العراق في مواجهة الإرهاب. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد تكون هناك حاجة إلى توقف محادثات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. موقف أوباما جاء بعد أن علقت إسرائيل الخميس محادثات السلام التي ترعاها واشنطن مع الفلسطينيين بدعوى توصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل مفاجئ إلى اتفاق مصالحة مع حركة حماس التي قد تصبح شريكة في الحكومة الفلسطينية القادمة. يتواصل تبادل الاتهامات بين كييف وموسكو، حيث اتهم رئيس الحكومة الأوكرانية المؤقتة روسيا بمحاولة إشعال حرب عالمية ثالثة، فيما قال وزير خارجية روسيا إن الحكومة المؤقتة في كييف ستحاكم على الجرائم التي ارتكبتها على حد تعبيره. تتواصل الحرب الكلامية بين كييف وموسكو بشأن الأزمة الأوكرانية، إذ اتهم رئيس الحكومة الأوكرانية المؤقتة روسيا بمحاولة إشعال حرب عالمية ثالثة باحتلال بلاده عسكريا وسياسيا وإشعال صراع يمتد إلى أوروبا على حد قوله. مقابل هذا أدان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العملية الأمنية التي تقوم بها كييف في شرق أوكرانيا ووصفها بأنها جريمة ستواجه بسببها الحكومة المؤقتة القضاء. لافروف اتهم أيضا واشنطن بتشويه اتفاق دولي بشأن أوكرانيا من خلال طلبات موسكو الإضافية، مؤكدا أن روسيا ستسهم بقوة في تهدئة الصراع استنادا لما تم الاتفاق عليه في جنيف. وفي اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمل بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لمتابعة الوضع في البلاد، فيما أعلنت ميركل في ندوة صحفية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في أقرب وقت لبحث عقوبة جديدة ضد روسيا. ميدانيا أصر الانفصاليون في سلافيانسك معقل الموالين لروسيا أنهم لن يسلموا المدينة وأنهم مستعدون للدفاع عنها. يأتي هذا بعد إعلان قوات الدفاع الشعبي فيها أنها تمكنت من إعادة السيطرة على الحواجز التي استولى عليها الجيش الأوكراني هناك. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزيرة السياحة أمال كربول تقول إن زيارة إسرائيليين جربة إجراء قديم وإنها مستعدة للمساءلة في المجلس التأسيسي. تقدم بنسبة 35% في مشروع السكك الحديدية السريعة بتونس الكبرى وتوقع دور حيوي في تسهيل حركة النقل بالإقليم. الصندوق الوطني للتأمين على المرض كنام يطالب المنخرطين بدفع مبالغ مالية بعد تجاوز السقف العلاجي، والمواطنون يعبرون عن استيائهم. شكرا للمتابعة، في أمان الله.